بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب أصول الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الدرس السادس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن الوليد بن عبادة قال: دخلت على أبي، قال: دخلت على أبي وهو مريض، ما تخايل فيه الموت، فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهدني. فقال: أجلسوني. فلما أجلسوه قال: يا بني، إنك لن تجد ضعف الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: يا أبتاه، وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله القلم. قال: فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني، إن كنت ولست على ذلك دخلت النار. رواه أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهذا الحديث أيضا في موضوع الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر هو أحد أركان الإيمان الستة، وهذا الحديث فيه أن عبادة ابن الوليد، فيها أن الوليد بن عبادة بن الصامت رضي الله عنه دخل على أبيه عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو في آخر حياته عند الموت. فلما علم بأن أباه قد احتضر أو قارب الموت طلب منه الوصية، وصية تكون من الميت، فيستحب للميت أن يوصي أولاده وأقاربه بتقوى الله، تمسك بالدين من بعده، كما قال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين ألا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويعقوب عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لبنيه: ما تعبدون من بعد؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، ونحن له مسلمون. هكذا يطمئن الوالد على عقيدة أولاده من بعد. وهذا من النصح، من كمال الشفقة. إذا كان هذا عند الموت فكيف بحال الحياة والصحة؟ إنه يجب على الوالد أن يعتني بالمحافظة على أولاده، محافظة على عقيدتهم وعلى دينهم، وأن يعلمهم الخير ويجنبهم الشر ويبعد عنهم وسائل الشر حتى ينشأوا نشأة صالحة. وفي هذا الحديث أيضا أن الولد
يطلب من والده أن يوصيه. هذا من حرص السلف على الخير والتواصي به، كما قال تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فطلب عبادة بن الصامت أن يجلسوه، هذا من الاهتمام بالوصية، فأجلسوه فأوصى ابنه بوصية عظيمة، أوصاه أن يؤمن بالقضاء والقدر، دل على أهمية هذا الأمر، فإنه في هذا الموقف وفي هذه الحالة الحرجة أوصاه بالإيمان بالقضاء والقدر، لأنه قد ظهرت في آخر عهد الصحابة فرقة القدرية الذين ينفون القدر، فتحاذرهم الصحابة رضي الله عنهم وحذروا منهم. وهكذا ينبغي للمسلمين إذا ظهرت فرقة ضالة أن يحاصروها وأن يحذروا منها وأن يقوموا ضدها حتى يسلم هذا الدين من دعاة الضلال. لما كان قد ظهرت فرقة القدرية أوصى عبادة ابنه بالحذر من هذه الفرقة ومذهبها، وأن يؤمن بالقضاء والقدر عكسا لما عليه هذه الفرقة الضالة التي تشكك أو تنفي القضاء والقدر. أوصاه أن يؤمن بالقضاء والقدر، وقال: لن تجد طعم الإيمان حتى تؤمن بالقضاء والقدر، أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه، وهكذا أيضا ينبغي لمن قال قولا أن ينكر دليله من الكتاب والسنة، فهذا عبادة بن الصامت لما أوصى ابنه بهذه الوصية العظيمة ذكر دليلها من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يؤمن بالقضاء والقدر أحرقه الله بالنار. هذا وعيد شديد، هذا يدل على كفر من أنكر القضاء والقدر. نعم. وعن أبي بذارة عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أرأيت وقم استغفينا ودواءها الجوام أرأيت وقم هنا أرأيت وقم استغفينا ودواء نتداوه وتقاة نتقيها هل زرت من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. قال احمد والترمذي وحسن. وهذا حديث عظيم فيه انه لا منافاه بين الايمان بالقضاء والقدر واتخاذ الاسباب النافعه. فلا تقول: انا اؤمن بالقضاء والقدر ولا حاجه إلى اتخاذ الأسباب، هذا غلط. ولا تقل: أنا أتخذ الأسباب والأسباب تكفي ولا حاجة إلى الإيمان بالقضاء والقدر،
كل هذا ضلال. الاعتماد على القضاء والقدر ضلال، والاعتماد على الأسباب ضلال، والحق الجمع بين الإيمان بالقضاء والقدر واتخاذ الأسباب النافعة، وأنها لا تنافي القضاء والقدر، لأن اتخاذ الأسباب من القضاء والقدر. فلولا أن الله قدر أنك تتخذ هذه الأسباب لما اتخذتها، ألا تنافي، لأنه لا يكون في هذا الكون شيء إلا بقضاء الله، ما يأخذ شيء عن القضاء والقدر، فلا تنافي. والرقى جمع رقية، والمراد بها التعويذة التي يعوذ بها المريض، تعويذات التي يعوذ بها المريض. وهذه الرقى إن كانت من كتاب الله عز وجل ومن الأدعية المشروعة فهي رقى شرعية صحيحة، لقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي. الرقى الشرعية هذه صحيحة، لأنها من اتخاذ الأسباب. الله جل وعلا جعل القرآن شفاء، وهو شفاء من الأمراض، وشفاء من الشكوك والأوهام والشبهات، شفاء للأجسام، وشفاء للقلوب، كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، يشفي من الأمراض ويشفي من الشبهات والشكوك والوساوس التي تكون في القلوب. فإذا كانت الرقية من القرآن ومن الأدعية المشروعة إنه لا بأس بها، وأما إن كانت الرقية من الشركيات والاستعاذة بالجن أو الشياطين أو بألفاظ مجهولة أو حروف مقطعة طلاسم، فهذه رقية شركية شيطانية، لا يجوز العمل بها. هذه الرقى الصحيحة والرقى الممنوعة. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بها ما لم تكن شركا، لا بأس بها ما لم تكن شركا، لأنه في الجاهلية كانوا يعملون الرقى الشركية. أما الإسلام فجاء بالرقى الشرعية. والأدوية، الأدوية الحسية، الأدوية الحسية التي يتداوى بها الناس في المستشفيات أو في المستوصفات أو بالطب النبوي معروف يسمونها الطب الشعبي، وفي الحقيقة هو الطب النبوي، الصحيح منه هو الطب النبوي. أما الذي ليس صحيحا هذا ليس من الطب النبوي، دخلوه في أشياء غير صحيحة. فالأدوية الحسية هذه لا بأس بها، ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهل. الله جعل في هذه المخلوقات وهذه النباتات هذه جعل فيها أدوية استخرجها الأطباء أهل الخبرة، ينفع الله بها، فلا بأس بالتداوي أيضا والعلاج بالأدوية
المباحة. لكن السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل هذه الأدوية وهذه الرقى وهذه التقى التي يتقون بها المكروه هل هي ترد القضاء والقدر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي من قضاء الله وقدره، لأنها مخلوقة لله، والله هو الذي قدرها سبحانه وتعالى وجعلها أدوية وجعلها شفاء للناس، هي من القضاء والقدر ولا تنافي القضاء والقدر، فأنت تتداوى وأن تؤمن بالقضاء والقدر وتسترقي وأنت تؤمن بالقضاء، أو ترقي نفسك أو غيرك وأنت تؤمن بالقضاء والقدر، لأن الرقى والأدوية من الأسباب المباحة، اتخاذ الأسباب المباحة لا ينافي الإيمان بالقضاء والقدر، لأنها هي من القضاء والقدر، لأنه ما في شيء في هذا الكون إلا وقد قدره الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحق إلى الله من المؤمن الضعيف وخيف من خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعتزم، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تصدق عمل الشيطان. رواه مسلم. وهذا الحديث الصحيح فيه أيضا أنه لا تنافي بين فعل الأسباب والإيمان بالقضاء والقدر. قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي، القوي في إيمانه والقوي في عزيمته ورأيه والقوي في بدنه، إذا اجتمع له الإيمان والقوة فهو خير من المؤمن الضعيف، ضعيف في رأيه والضعيف في بدنه والضعيف في إيمانه، لأن المؤمن القوي ينفع نفسه وينفع غيره، وأما المؤمن الضعيف فهذا يقتصر نفعه على نفسه فقط ولا ينفع غيره. وفي كل خير، المؤمن القوي والمؤمن الضعيف كل منهما فيه خير، لكن الخير الذي في المؤمن القوي أكثر من الخير الذي في المؤمن الضعيف، فهذا فيه مدح المؤمن القوي لما يجعل الله فيه من الخير والبركة للمسلمين. وفيه أن المؤمن الضعيف أيضا فيه خير لا يزهد فيه، بل هو فيه خير أيضا لأنه مؤمن، لكن نفعه قاصر على نفسه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، احرص أي جد في طلب الخير ولا تكسل، احرص على ما ينفعك في دينك ودنياك، ما فيه نفع في الدين أو في الدنيا فاحرص على تحصيله ولا تتكاسل ولا تتوانى، فهذا فيه الحث على الكسب والعمل، وأن الإنسان لا يخلد إلى الراحة والخمول أو يحتج بأنه يؤمن بالقضاء والقدر، ولا حاجة إلى السعي ولا حاجة إلى طلب الرزق ولا حاجة إلى طلب العلم ولا إلى آخر،
هذه مغالطة يضلل بها شياطين الجن والإنس الجهال من المسلمين، يخذلونهم عن السعي في الخير وطلب الخير، ويقولون لهم المقسوم حاصل لا تسوي شيء، المقسوم حاصل، ما هو المقسوم حاصل، لكن مع طلب، مع السعي والطلب، لأن الله أمرك بهذا. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، شوف واستعن بالله، يعني لا تعتمد على حرصك وعلى أعمالك، بل لا بد من الاستعانة بالله، توكل على الله سبحانه وتعالى. فاجمع بين الأمرين، الحرص على ما ينفعك والاستعانة بالله. فهذا فيه دليل على أن السعي في طلب الرزق وغيره من الأمور النافعة أنه لا يكفي بدون التوكل على الله والاستعانة طلب العون من الله سبحانه وتعالى. يجمع بين الأمرين، فلا يقتصر الإنسان على التوكل على الله ويترك السعي في طلب الخير، ولا يعتمد على السعي ويترك التوكل على الله، لا بد من الجمع بين الأمرين. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، شوف ولا تعجزن، يعني لا تكسل، العجز هنا معناه الكسل والخمول، يعني بعض الناس يقعده العجز والكسل. ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن العجز، ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من العجز والكسل، استعاذ من الاثنين، ومن الجبن والبخل. ولا تعجزن، فإذا فعلت هذا بأن سعيت في طلب الخير واستعنت بالله، فإن حصل لك مقصودك فاحمد الله سبحانه وتعالى، وإن لم يحصل لك مقصودك فلا تتحسر تتأسف، بل اعلم أن هذا قضى وقدر، أنه لو كان قدر لك هذا الشيء لحصل حينما بذلت الأسباب واستعنت بالله، لو قدر لك حصل، وإذا لم يقدر هذا، وإذا لم يحصل هذا دليل على أنه لم يقدر لك، فرض بقضاء الله وقدره، لكن بعد فعل الأسباب. أما الرضا بقضاء الله وقدره وتعطيل الأسباب هذا غير مشروع، هذا فيه دليل على أن ما الجمع بين الأمرين، يعني فعل الأسباب النافعة في طلب الخير مع الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الأسباب وحدها لا تكفي. قد يجعل الله نتائج لهذه الأسباب تؤدي المطلوب، وقد لا يجعل الله لها نتائج، هذا راجع إلى الله، أنت بذلت ما عندك وبقية الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، السعي والحركة والتوكل على الله وترك الكسل مع الإيمان بالقضاء والقدر. إذا أصابك شيء لا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، فالقدر لا ينجي منه شيء مهما فعلت، لا تنجو من قدر الله سبحانه وتعالى، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل.
هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر، عدم الجزع وعدم التسخط في قضاء الله وقدره. وهذا في الحقيقة يطمئن المؤمن، لأن الذي لا يؤمن بالقضاء والقدر إذا فاته ما يريد تحسر وحزن وصار يلوم نفسه ويلوم الناس. أما المؤمن فهو في راحة، ما يصير عنده حزن ولا يصير عنده تأسف ولا يصير عنده لوم لأحد، لأنه يؤمن بالقضاء والقدر، هذا فيه راحة للمؤمن. نعم. باب ذكر الملائكة عليهم السلام والإيمان بهم. نعم، الإيمان بالقضاء والقدر كما سبق ركن من أركان الإيمان الستة، كذلك الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان الستة، كما قال سبحانه وتعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. قال سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الإيمان بالملائكة هو أحد أركان الإيمان، والملائكة جمع ملك، والملك قيل مأخوذ أصله ملأك، ملأك الهمز، مأخوذ من الألوكة وهي الرسالة، لأن الملك رسول، رسول من الله، فهو ملك بمعنى أنه رسول من الله سبحانه وتعالى. والملائكة خلق من خلق الله جل وعلا من عالم الغيب، نؤمن بهم ولو لم نرهم، نؤمن بهم اعتمادا على خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله أخبر عن الملائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الملائكة، فنحن نؤمن بهم اعتمادا على خبر الله ورسوله وإن لم نرهم. وما كل موجود إنك تراه، ما كل موجود لازم إنك تراه، هناك أشياء موجودة معك ولا تراها، مثلا الروح، روحك أنت تراها وهي معك، عقلك فلا أن ترى عقلك هو موجود معك لكنك ما ترى، فما كل موجود لا بد أن ترى، هناك أشياء وأشياء كثيرة موجودة وأنت لا ترى. يقول بعض الملاحدة اللي ما نشوفه ما نؤمن به، لا لا اللي ما يؤمن إلا بالله يشوف، هذا ما له، ما له ميزة، إنما الميزة بالذي يؤمن بالغيب اللي ما يرى اعتمادا على خبر الله ورسوله، هذه هي الميزة. ولهذا في أول سورة البقرة: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب أي ما غاب عنهم، يؤمنون ولو لم نروا هذه الأشياء اعتمادا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يؤمنون بالغيب، والغيب ما غاب عن الناس ولم يؤمن. والله جل وعلا عالم الغيب والشهادة، يعلم المشاهد ويعلم الغائب سبحانه وتعالى، أما نحن فلا نعلم إلا المشاهد، وأما الغائب فهذا لا نعلمه إلا بواسطة الوحي المنزل من عند الله سبحانه وتعالى. فالملائكة من عالم الغيب، وهم خلق من خلق الله، خلقهم الله من نور، وخلق
الشيطان من النار، من لهب النار، من مارج من نار وهو اللهب. وخلق آدم مما ذكر لكم من تراب، هكذا بالحديث. الملائكة خلق من خلق الله، خلقهم الله من النور، خلقهم لحكم عظيمة، خلقهم لعبادته، سبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، سبحون الليل والنهار لا يفترون، لعبادته سبحانه وتعالى كما يأتي من وصفه. وخلقه الله سبحانه وتعالى لتنفيذ أوامره في هذا الكون، فكل من الملائكة موكل بشيء من العمل، فمنهم الموكل بالوحي وهو جبريل عليه السلام، ومنهم الموكل بالقطر والنبات وهو ميكائيل، ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو إسرافيل، قبض الأرواح والنفخ في الصور وهو إسرافيل، ومنهم الموكل بالأجنة في البطون يدخل على الجنين ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ومنهم الموكل بحفظ أعمال بني آدم وهم الحفظة الذين يتعاقبون على بني آدم في الليل والنهار، سجلون أعمالهم ويصعدون بها إلى الله سبحانه وتعالى. وكل من الملائكة له وظيفة وكلها الله إليه، لا يتخلف عنها. قال تعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال عنهم: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ما أحد منهم يتخلف عن عمله الذي وكله الله إليه، بل هم يمتثلون أوامر الله سبحانه وتعالى، فيجب الإيمان بهم. وهم أصناف، منهم الموكلون بحمل العرش، ومنهم من هم حول العرش، ومنهم المقربون من الله سبحانه وتعالى، فهم أنواع. الملائكة أنواع كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وخلقة الملك الواحد عظيمة، ما هي مثل خلقة بني آدم وخلقة الأشياء التي نراها، خلقتهم عظيمة، ولذلك لا يأتون إلى البشر في خلقتهم الأصلية الملكية، وإنما يأتون إلى البشر بصورة البشر، يأتون إلى البشر بصورة البشر لئلا ينفر منهم البشر، لأن البشر لا يطيقون رؤية الملك على هيئته الملكية، ولذلك يأتون بصورة بني آدم، كما كان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل، بصورة دحية الكلبي، ويتخاطب مع الرسول بما أرسله الله به، يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم. ولم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل على خلقته إلا مرتين، مرة رآه بين السماء والأرض له 600 جناح، كل جناح منها سد الأفق، والمرة الثانية رآه ليلة المعراج عند سدرة المنتهى،
ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى لما عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء، رأى جبريل على خلقته الملكية. وأما في بقية مجيء جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه ينفيه على صورة آدمي، ويراه الناس يرونه على أنه آدمي ولا ينفرون منه ولا يستوحشون منه. والملك الواحد أعطاهم الله قوة، الملائكة أعطاهم الله قوة، ومنهم جبريل قال عليه الصلاة قال الله جل وعلا علمه شديد القوى، يعني جبريل ذو مرة أي قوة، المرة معناها القوة، وقيل المرة الهيئة الحسنة، مرة يعني هيئة حسنة، وقيل مرة قوة. فجبريل قوي، ومما يدلكم على قوته أن الله لما أمره بقلب قرى قوم لوط اللوطية الذين يفعلون الفاحشة، فاحشة اللواط، شاء رفع مدائنهم 7 مدائن، مدائن ما هي قرى، مدائن مملوءة بالخلق والمباني، ورفعها على طرف جناح حتى سمعت الملائكة في السماء نباح كلابهم وصياح بيكتهم، ثم قلبها عليه فخسف الله به. هذا مما يدل على قوة جبريل عليه الصلاة والسلام. ولما صاح بقبيلة ثمود صيحة واحدة صاعقة قطعت قلوبها في أجوابهم وماتوا عن آخرهم، إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. صيحة واحدة من جبريل عليه السلام، صاعقة واحدة أهلكت أمة عظيمة، هذا مما يدل على قوة جبريل عليه السلام. نعم. وقول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. سبب نزول هذه الآية أن اليهود اعترضوا على تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، اعترضوا على تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، وهم يعلمون أنه حق ولكن يغالطون والعياذ بالله، وإلا هم يعلمون أن هذا حق، يجدون هذا في كتبهم من وصف النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث لو أن الرسول بقي على بيت المقدس لاعترضوا أيضا، قالوا شلون أما هو هذا اللي الرسول اللي حنا اللي موصوف عندنا، لأن الموصوف عندنا يستقبل الكعبة وهذا يستقبل بيت المقدس، فهم سيعترضون على كلا الحالين. ولهذا قال لئلا يكون للناس عليكم حجة، يعني وحولناكم إلى الكعبة لئلا يكون لليهود عليكم حجة، أنهم يعلمون أن الرسول سيستقبل الكعبة، فلو بقي يستقبل بيت المقدس قالوا ما هو هذا الرسول الموعود. فلما حولت القبلة إلى الكعبة المشرفة قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام اعترضوا. الله جل وعلا يقول ليس الطاعة أنك تستقبل مشرق ولا مغرب، الطاعة أنك تستقبل الجهة التي آمرك بها، هذه هي الطاعة. أما أنك تستقبل شرق أو تستقبل غرب
أو شمال أو جنوب بدون أمر من الله هذه ليست عبادة. العبادة أنك تستقبل الجهة التي يأمرك الله بها، فالمدار على الأمر ما هو على الجهة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله، ومن الإيمان بالله استقبال الجهة التي يأمر الله جل وعلا بها. من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، كم ذكر من ركن من أركان الإيمان؟ الإيمان بالله هذا واحد، واليوم الآخر اثنين، والملائكة ثلاثة، نعم، والكتاب أربعة، يعني الكتب جميع الكتب، والنبيين هذا الخامس، خمسة أركان من أركان الإيمان. الشاهد قوله هو الملائكة، الشاهد قوله هو الملائكة، فجعل الإيمان بالملائكة من أركان الإيمان الستة، نعم. وقوله تعالى فمن لم يؤمن بالملائكة فقد افتقد ركنا من أركان الإيمان ولا يكون مسلما، نعم. وقوله تعالى إن الذين قالوا اللهم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا خبر من الله جل وعلا، إن الذين قالوا ربنا الله أعلنوا توحيد الألوهية، قالوا لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، نطقوا بالشهادة، شهادة لا إله إلا الله، وليس المراد النطق بالحروف، لكن نطقوا بألسنتهم واعتقدوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم. وشهادة لا إله إلا الله لا من التلفظ بها ومعرفة معناها والعمل بمقتضاها، لا بد من هذه الأمور. أما أن يقول لا إله إلا الله وما يعرف معناها، أو يعرف معناها لكنه لا يعمل بمقتضاها، أو يعرف معناها ومقتضاها لكنه لا ينطق بها كحال المشركين، كل هذا لا ينفعه حتى ينطق بها ويعرف معناها ويعمل بمقتضى هذا مقتضى التوحيد وقول ربنا الله. ولهذا قال ثم استقاموا، لم يقتصر على قوله قالوا ربنا الله، بل قال ثم استقاموا، يعني عملوا بهذه الكلمة، فأفردوا الله جل وعلا بالعبادة، هذه الاستقامة. أما مجرد النطق بها من غير استقامة، أي من غير عمل بمقتضاها، إنها لا تنفع صاحبها. ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، هذا محل الشاهد، تتنزل عليهم الملائكة متى؟ عند الموت، ملائكة الموت، الله جعل ملك الموت ومعه ملائكة يساعدونه، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وفي آية أخرى يقول توفته رسلنا، يعني الملائكة، ملائكة رسل، تتوفاهم الملائكة. في آية ذكر ملكا واحدا وهو ملك الموت، وفي آيات أخرى ذكر ملائكة يتوفون الناس، والجمع هو أن الملك الموت معه أعوان من الملائكة، معه أعوان من الملائكة يستخرجون الروح من جسد الإنسان ثم يقبضها منهم ملك الموت، في النهاية يقبضها منهم ملك الموت، فهم أعوان له.
تتنزل عليهم الملائكة عند الاحتضار، الموقف الحرج. الإنسان يطلع في هذا الموقف، يطلع على ما أمامه، يطلع على منازله في الآخرة، إما في الجنة وإما في النار. يتنزل فيحصل عند الإنسان في هذا، يحصل عنده خوف شديد. الملائكة تتنزل عليهم وتطمئنهم، اطمئنهم في هذا، تقول لهم لا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا مما أنتم قادمون عليه، ولا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا، على أولادكم وعلى أموالكم، على لا تحزنوا، حنا نخلفكم فيها. وأبشروا، لما هدأوهم بشروهم، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم، يعني نتولى أمركم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. هذا احتضار المؤمن، هذه صفة احتضار المؤمن، نسأل الله الكريم من فضله. وأما الكافر والمنافق فإن الملائكة إذا نزلت لقبض روحه فإنها تبشره بالنار والعياذ بالله، تبشره بالنار والتهديد والضرب. ولو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذوقوا عذاب الحريق. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، يعني باسطوا أيديهم بالضرب، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، يبشرون والعياذ بالله بالنار والعذاب. هذه صفة احتضار الكافر والمنافق. وفي هذا دليل على الإيمان بالملائكة، وأن منهم صنفا مهمتهم قبض أرواح المتوفين، قبض أرواح المتوفين وبشارة المؤمنين وبشارة الكفار والمنافقين بالنار عند هذه الحالة. نعم. وقوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله والملائكة المقربون. نعم. لن يستنكف المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، يعني لا يستكبر أو يمتنع من أن يكون عبدا لله عز وجل، لأن النصارى اعتقدت في المسيح أنه هو الله، أو أنه ابن الله، أو ثالث ثلاثة. الله جل وعلا يقول إن المسيح عليه الصلاة والسلام لا يستنكف أن يكون عبدا لله. أنتم تقولون إنه ما هو بحقه العبودية، هذا أقل من حقه، لا بد يكون له شأن في الربوبية والألوهية. أما المسيح عليه السلام فإنه لا، ما يدعي هذا لنفسه، ويعترف أنه عبد لله عز وجل. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، عن المسيح عليه السلام قال إني عبد الله، لما نطق في المهد ماذا قال؟ أول ما نطق قال إني عبد الله، ما قال إني ابن الله، قال إني عبد الله. وقال إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هذا قول المسيح عليه السلام أنه عبد الله ورسوله، خلاف ما تدعيه النصارى من أنه ابن الله، تعالى الله عما يقولون
علوا كبيرا. هذا رد على النصارى أن يكون عبدا لله، بل يتشرف أن يكون عبدا لله. وأفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. العبودية هي أعلى مراتب الشرف لبني آدم والملائكة وجميع الخلق. أما الألوهية فإنها لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. لله حق ليس لعبده، ولعبده حق، هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا تبيان، من غير تمييز ولا فرقان. لازم من الفرق بين حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم. حق الله العبادة، وحق الرسول صلى الله عليه وسلم المتابعة والطاعة له صلى الله عليه وسلم، والإيمان برسالته عليه الصلاة والسلام. هذا حق الرسول، ومحبته أكثر من محبة النفس والأهل والمال والولد والناس أجمعين. هذا حق الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس له من العبودية حق، العبودية حق لله جل وعلا. لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان، فرقان بين حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم. أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة، هذا محل الشاهد، ولا الملائكة. الملائكة لا يستنكفون أن يكونوا عبيدا لله جل وعلا، بل هم معترفون بالعبودية، معترفون، ولهذا يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يعبدون الله سبحانه وتعالى. المقربون، هذا فيه دليل على أن هناك صنفا من الملائكة مقربون عند الله سبحانه وتعالى. درجات الملائكة درجات، منهم المقربون عند الله جل وعلا. فمع كونهم مقربين عند الله، لا يستنكفون أن يكونوا عبادا لله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وهذا أيضا في وصف الملائكة عليهم الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا: وله، أي لله جل وعلا، ملكا وعبيدا من في السماوات والأرض، كلهم عبيد الله، المؤمن والكافر والجن والإنس كلهم عباد الله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبد، لكن الكافر عبد لله العبودية العامة، وأما المؤمن فهو عبد لله العبودية الخاصة، وإلا كلهم عباد الله جل وعلا. وله من في السماوات والأرض ومن عنده، من هم اللي عنده؟ الملائكة، الذين هم عنده هم الملائكة. لا يستكبرون، أي الملائكة الذين هم عند الله لا يستكبرون عن عبادته، ولا يستحسرون، لا يملون من العبادة، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. الملائكة ما يدعون الألوهية، ولو قدر أنهم ادعوا الألوهية لا أحرقهم الله بالنار، لأن العبودية حق له سبحانه وتعالى. نعم. وقوله تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، رسلا إلى خلقه، يرسلهم الله جل وعلا بالمهمات التي ينفذونها في الأرض. منهم من ينزل بالوحي، منهم من ينزل
بالعذاب، ومنهم من ينزل بالبشارة للمؤمنين، ومنهم ينزلون إلى الأرض بأمر الله سبحانه وتعالى، رسل يرسلهم الله جل وعلا رسلا، كما قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فهناك رسل من الملائكة ورسل من البشر. الملائكة رسل يرسلهم الله جل وعلا بما يريد من أمره جل وعلا. أولي أجنحة، هذا فيه إثبات الأجنحة للملائكة، لأن الملائكة يطيرون في الهواء، الملائكة يطيرون في الهواء الأجنحة، وهذه الأجنحة كثيرة لا يعلمها إلا الله. مثلا يعني منهم من له جناحان وثلاث، منهم من له ثلاثة أجنحة ورباع، منهم من له أربعة أجنحة، يزيد في الخلق ما يشاء. منهم من له 600 جناح فلهم أجنحة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه إثبات أن الملائكة رسل، وأنهم ليس لهم من الربوبية والألوهية شيء، وإنما هم رسل، وأن لهم أجنحة يطيرون بها في الهواء، وأن هذه الأجنحة متعددة. نعم. وقوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وهذا صنف من الملائكة أيضا، وهم حملة العرش. حملة العرش، العرش العظيم الذي هو أعظم المخلوقات، يحمله ملائكة، ملائكة أربعة ملائكة. ما عظم هؤلاء الملائكة الذين يحملون هذا العرش العظيم، يأتي ذكر لوصفهم. وفي يوم القيامة عند قيام الساعة يضاعف عددهم فيكونون ثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يعني من الملائكة. فهم حملة العرش، يقال لهم حملة العرش. ومن حوله، أي حول العرش، الملائكة المقربون كما سبق. نعم. ومن نصحهم ومحبتهم للمؤمنين أنهم يستغفرون للمؤمنين، سبحون بحمد ربهم، سبحون ينزهون الله جل وعلا، ويستغفرون للذين آمنوا من بني آدم، لأنهم يحبون المؤمنين من بني آدم. وأنصح الخلق لبني آدم هم الملائكة، وأغش الخلق لبني آدم هم الشياطين. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها نعم، هذا من باب المقابلة، مثل ومكروا ومكر الله، فيسخرون منهم سخر الله منهم. هذا من باب المقابلة والمجازات. الإنسان إذا مل من العبادة فإن الله سبحانه وتعالى يقابله في هذا بأن يحرمه من الثواب، ثواب العبادة. أما إذا داوم العبادة فإن الله يداوم له الثواب. وقد جاء في الحديث أن المصلي إذا قام لصلاته فإن الله يستقبله بوجهه الكريم، يستقبل عبده بوجهه الكريم. فإذا الإنسان أعرض عن الله وانصرف عن الخشوع وراح مع الهواجيس في الصلاة، انصرف الله عنه، صرف وجهه عنه سبحانه وتعالى.
هذا من باب الجزاء والمقابلة. نعم. وإلا الله جل وعلا لا يوصف بالملل إلا في هذه الحالة، في هذه الحالة من باب الجزاء والمقابلة. نعم. صلى الله عليكم. ما حكم الاسترقاء بعض الأشياء الجامدة التي لا وقع فيها خوف عليها من العين في السيارات وغيرها؟ نعم، الإنسان يورد على نفسه وعلى ماله من السيارات وغيرها. إذا أتيت بالورد في أول النهار وفي آخر النهار يكون لنفسك ولأولادك ولأموالك، أن الله يحفظها. نعم. تابكم الله، ما حكم قول القائل بأبي وأمي أنت يا رسول الله؟ هذه فدية لا بأس. طيب، صحابة يقولون له صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي، يعني فداؤك أبي وأمي، هذا من محبته صلى الله عليه وسلم. وقد قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فإذا فديته بأبيك وأمك معناه أنك أحببته أشد من حب أبيك وأمك. نعم. دعوكم الله، رجل مؤمن بالله جل وعلا ولكن جاءه ضيق في جهة القلب مما جعله يضعف إيمانه، ثم أن هذا الشخص أخذ حقوقا نفسية التي لا ضعف إيمانه وزيادة الشكور والظنون والشكر، مع أنه يحافظ على الصلاة ويحافظ دفعها بكل الوسائل، فهل عليه شيء من هذه الوساوس؟ كيف يمكن دفعها؟ وعن هذا من الريبة التي توعد المكتابين عليها. أعد السؤال. رجل مؤمن بالله جل وعلا ولكن جاء ضيق جهة القلب مما جعله يضعف إيمانه، ثم أن هذا الشخص عقد حقوقا نفسية أدت إلى ضعف إيمانه وزيادة الشكوك والظنون والشبهات، مع أنه يحافظ على الصلاة ويحافظ دفعها بكل الوسائل، هل عليه شيء من هذه الوساوس؟ وكيف يمكن دفعها؟ وعن هذا من الريبة التي توعد الله. هذا من ايش؟ من ايش؟ من الريبة. ريبة؟ اي. التي توعد الله المتابعين عليها من عذاب. نعم، المرض النفسي يحصل عند الانسان. هذه شك. يحصل عنده مرض نفسي. ويحصل عنده مرض عضوي. هذا موجود. والمرض النفسي على قسمين، مرض يعالج بالحبوب والأدوية عند الأطباء نتيجة اضطراب عصبي يسمونه مرض عصبي، هذا يعالجه الأطباء بإذن الله ولا بأس بأخذ الحبوب علاجه إذا كان مرضا عصبيا، وأطباء هذا النوع يسمون بالأطباء النفسانيين، هذا شيء معروف ولا مانع من العلاج عندهم. وهناك مرض غير عصبي، غير عصبي يصير عنده هموم ووساوس وليس سببه اضطراب العصب، سببه من الشيطان يوسوس له ويضيق عليه ويبعث عليه الهموم والأحزان، هذا من الشيطان. هذا يعالج بالقرآن وبالأذكار، تلاوة القرآن والأذكار والرقية الشرعية يعالج بهذه الأمور، وهذا لا يؤثر على الإيمان. سبق لكم أنه لا مانع أن الإنسان يفعل الأسباب، وهذا لا ينافي الإيمان لأن الله أمر باتخاذ الأسباب، وهذا لا ينافي الإيمان. نعم. نعم. شكوك الإضطراب. شكوك هي الوساوس، شكوك ووساوس وأوهام كلها معنى واحد. نعم. صلى الله عليه. والشكوك والوساوس ما تضر الإنسان، ما تضر الشكوك والوساوس ما دام أنه لم يتكلم ولم يعمل، حديث نفس فقط هذه لا تضر، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نعم.
الله عليكم فضيلة الشيخ، ذكر بعض طلاب العلم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يصلون في قبورهم صلاة تتناسب مع حياتهم البرزخية، والسؤال من المعلوم أن العبادات تنتهي بموت الإنسان وليس بعد الموت تكليف من عبادة إلا ما جاء الشارع بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من سلم عليه رد الله تعالى روحه، سلم على من سلم عليه. نعم، وجاء صح أن ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، هذا في الصحيح. وجاء أن بعض الأنبياء أو موسى عليه السلام أو يصلون في قبورهم، فهذا حياة برزخية الله أعلم بها. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم، صلى بالأنبياء ليلة الإسراء والمعراج، صلى بهم في بيت المقدس وهم أموات، يعني بأرواحهم. هذا إذا ثبت فلا مجال للكلام فيه، نثبته كما جاء. وهذا من أمور الآخرة التي لا يعلمها إلا الله، ويكون مستثنى، يكون هذا مستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم انقطع عمله، مخصص. نعم، لا تعارض بين النصوص. نعم. نعم. وقيل الشيخ من المسائل التي كانت تغير الإمام أحمد رحمه الله الصلاة على الجنازة، ذلك عندما كثرت الفتن، فما كان يعرف من كان الميت على بضعة من سنة، ولذلك دعا الله فمثل ذره إلى الشراء، اللهم اغفر له من شرك، وهكذا. حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم الجسم عند الدعاء وعدم الاشتراك ما هو المنظور. ما أدري عما نسب إلى الإمام أحمد في هذا، ولكن الإنسان المسلم يحسن الظن بإخوانه المسلمين، يصلي على جنائزهم ولا يتشكك، مثل ما يحصل من بعض الناس لهم تشكك، ولا بعضهم ما يصلي مع على الجنائز لأنه ما يدري، بزعمه ما يدري أنها مسلمة أو غير مسلمة. هذا كله كلام الذي يقدم في مساجد المسلمين وبين يدي المسلمين، الأصل فيه الخير. فنحن نحسن الظن إلا إذا علمنا عن شخص معين أنه مات على غير السنة، هذا تتركه لا تصلي عليه، خلى الناس يصلون عليه وأنت لا تصلي عليه. أما ما مجرد شكوك وأوهام فهذا لا يجوز العمل به، ولا يجوز إساءة الظن بالمسلمين. نعم. أحسن الله إليكم، هل يجوز اشتراك ثمن معين على الرقية؟ هل يجوز أن يتخذ ذلك حقا ومنه؟ نعم، يجوز اشتراط شيء معين على الرقية، كما اشترط الصحابة على الحي الذين رقوا لديغهم، شرطوا عليهم قطيعا من الغنم، لا بأس بذلك. لكن اتخاذ هذا حرفة ومهنة، هذا لا ينبغي، لا ينبغي أن الإنسان يقتصر على هذه الحرفة وعلى هذه المهنة، لأنه إذا فعل هذا يرخص عند الناس ولا يثقون، ما يثقون منه. نعم. تعالى الله، هناك شخص يظهر عليه اهتمام الصالحين معرفة الرقية، ويذكر أن الذي يساعده في معرفة الله وصف الولاد هم المسلمون، فما حكم التفاعل بطلب التداول عنه؟ لا يجوز التداوي عند هذا يستعين بالجن، لا يجوز الاستعانة بالجن. وقوله أنهم مسلمون، مش أدراه أنهم مسلمون، يمكن يقولون أنهم مسلمين وهم غير مسلمين،
يكذبون عليه يخدعونه. لا يجوز الاستعانة بالجن والغائبين والأموات، كل هذا ما يجوز. نعم. نعم الله. هل إرادة الشرعية توافق محبة الله؟ نعم. هل الإرادة الشرعية توافق محبة الله؟ نعم، الإرادة الشرعية تصاحبها المحبة. لا يشرع الله إلا ما يحبه. أما الإرادة الكونية فقد تصاحبها محبة الله وقد لا تصاحبها. فالله يريد كونا ما لا يرضاه دينا، الابتلاء والامتحان. نعم. من دل الله على صلاة الفجر، اللهم إني أسألك عن منا فأنت من طيب وعام متقبلا وهو بعد التسليم ما شرع. كله سواء، إن قالوا في الصلاة هذا أحسن، وإن قاله بعد السلام فلا بأس، كله جائز إن شاء الله. والدعاء في صلب الصلاة أفضل، السجود والركوع أفضل. نعم. والتشهد الأخير، بعد التشهد الأخير قبل السلام يجتهد في الدعاء، هذا أفضل من الدعاء خارج الصلاة. نعم. أحسن الله عليكم. لا يخفاكم أنه قد كثرت العمليات الاستشهادية في فلسطين، وهي ما بين مؤيد ومعارض، نريدهم فضيلتكم. أنا لست مؤيدا ولا معارضا، ما أدري عنها، لا أدري عنها، هم أدرى بأحوالهم وشؤونهم. نعم. هناك من يقول لا يجوز أن يقال للواقع نسبة بلادكم عليه السلام، وإنما يقال بالعرشد كما ورد في القرآن الكريم. هذا كلام ما له أصل. اللواط ما هو بالنسبة إلى لوط، لوط اسمه لوط عليه السلام، فآمن له لوط. واللواط جريمة فاحشة جاء لوط بإنكارها والنهي عنها، تأتون الذكران من العالمين، أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فلا فلا مانع أنه يقال اللوطية نسبة إلى اللواط، إلى اللواط اللي هو فعل الفاحشة، وليس نسبة إلى لوط عليه الصلاة والسلام. من نسب هذا إلى لوط ارتد عن الإسلام. نعم. نعم الله. بعض الناس يقوم بتعبير الرؤيا التي يراها. نعم. بعض الناس يقوم بتعبير الرؤيا التي يراها، فإذا أخبره المعبر الرؤيا بقضاء عليه مثلا قام بالعمل ضد ذلك القدر الذي يخبره به المعبر، وما الحكم على مثل هذا؟ أنا أنهى عن التوسع في تعبير الرؤى والأحلام. هذا الذي حدث الآن، هذا شكك الناس وأوجد عندهم تشكيكات ووساوس وشرور، وعلى هؤلاء أن يتقوا الله ولا يفتنوا المسلمين ولا يشغلوهم تعبير الرؤى إلى هذا الحد الذي صار مهنة وصار حرفة وصار مشغلة للناس، وصار تشكيك في الناس وإحداث أوهام ووساوس. تعبير الرؤيا ما هو بيقيني، ترى تعبير الرؤيا توقع، ما هو بيقيني، قد يصيب المعبر وقد لا يصيب، لأنه اجتهاد وتوقع وليس هو يقيني ولا علمي، فقد يخطي المعبر وقد يصيب. وخطأه إذا كان ما هم من أهل العلم والبصيرة يكون خطأه أكثر. نعم. أتاكم الله. يقول أنا ساكن في مدينة الطائف ورحبت إلى المدينة المنورة. أنا شو أقول أنا؟ ساكن في مدينة الطائف ورحبت إلى المدينة المنورة للزيارة أنا وأخوتي. بعد الانتهاء من الزيارة حرمنا إلى المدينة المنورة وصلينا صلاة الفجر في المسجد النبوي واتجهنا إلى مكة المكرمة، ولكن لم نمر على الميقات لعدم معرفتنا به. وعندما تجاوزت الميقات حوالي 50 كيلو مترا سألنا صاحب محطة البنزين وقال تجاوزت الميقات، والنية كانت في الرية قصد العمرة،
اتجهنا الى اقرب مسجد على الطريق وصلينا بنيه العمره، وكان هذا المسجد قبل مكه باكثر من 250 كيلو متر، فما حكم عمرتنا هذا؟ إذا كنتم نويتم الإحرام بالمدينة وصليتم بالمسجد النبوي وأنتم ناويين الإحرام فأنتم أحرمتم قبل الميقات بيسير ولا بأس، لا ينعقد الإحرام ولو كان قبل الميقات. أما إذا كنتم ما نويتم الإحرام وإنما لبستم الملابس فقط ملابس الإحرام ولم تنووا، وإنما أجلتم النية إلى الميقات ولم تعرفوه، تعديتموه وأحرمتم بعد ما تعديتموه، كن عليكم فدية، كل واحد عليه فدية، لأنه تعدى الميقات بدون إحراز. نعم. ولا يكفي أنكم صليتم في مسجد ونويتم الإحرام على دون الميقات، وإذا كان دون الميقات فإنكم تركتم واجبا، عليكم فدية، كل واحد عليه فدية. نعم. صلى الله عليكم. إذا دخل الرجل المسجد في أوقات النهي هل يؤدي تحية المسجد أم يجلس دون سنة ولو يبقى من وقت الشيء اليسير، وما رأيكم في هذا؟ والله المسألة فيها إشكال، يعني إذا دخل الإنسان المسجد في وقت النهي يعني مثل بعد العصر وبعد الفجر، فمن العلماء من يرجح أنه يصلي تحية المسجد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا عام في جميع الأوقات، يسمونها ذوات الأسباب التي تفعل عند وجود أسباب. ومن العلماء من يغلب جانب النهي، يغلب جانب النهي فلا يصلي في هذا الوقت، والأمر متعادل مع الطرفين، فمن صلى فلا حرج ومن جلس فلا حرج. نعم. تبارك الله. ما حكم من بنى مسجدا وهو يتعامل بالربا واتى بامام للمسجد ويدفع له راتبا شهريا يؤدب، هل هذا الراتب حرام ام لا؟ ايش يقول؟ ما حكم من بنى مسجدا وهو يتعامل بالربا واتى بامام للمسجد ويدفع له راتبا شهريا يؤدب، أن هذا الراتب؟ إذا علم أن هذا المال الذي يدفعه للإمام علم أنه من الربا فإنه لا يجوز، لعن الله أكل الربا وموكله. وأما مجرد شك ما هو بيقين أنه ربا، فالأصل الإباحة، الأصل الإباحة، إلا إذا علم أنه ربا فلا يجوز. نعم. ولكن اللي يحل المشكلة كان المسجد في المملكة، الذي يحل المشكلة أنه يتقدم إلى شؤون المساجد ليسجلوا هذا المسجد ويعينوه إماما فيه ويصرفوا له راتب من الوزارة. نعم. ما هو المال الذي يأتي من بيع السلاح؟ أني أعلم أنه ممنوع من قبل ولاة الأمر. لا تعمل هذا، لا تعصي ولي الأمر، ولا لا تجوز معصية ولي الأمر في هذا الشيء، لأن هذا من مصلحة المسلمين، لا يجوز لك معصية ولي الأمر، ولا تستمر على هذا العمل، انتهى عن هذا الأمر ولا تستمر فيه. نعم. وصلى الإمام صلاة المغرب ودخلت أنا معه بنية صلاة العصر، حيث أنه فاتني وعند التشهد الأخير قمت وأتيت للركعة الرابعة. شكرا. وصلى الإمام صلاة المغرب ودخلت أنا معه بنية صلاة العصر، حيث أنه فاتني وعند التشهد الأخير قمت وأتيت للركعة الرابعة. يعني بعد ما سلم الإمام قام وجاب الركعة، أو قام قبل سلم الإمام؟ إن كان قام قبل سلم الإمام فالصلاة غير صحيحة، وإن كان إنه قام بعد ما سلم الإمام وجاب الرابعة فالصلاة صحيحة إن شاء الله. نعم. سلام الله.
أخوك لا يصلي، إذا كان ما يصلي أبدا تارك للصلاة متعمدا هذا كافر، تجب نصيحته، فإن امتثل الحمد لله، وإن لم يمتثل فقاطعه وابتعد عنه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. لا تتولوا، إذا أصر على ترك الصلاة فابتعد عنه. وأما المال الذي أخذه منك يخلف الله سبحانه وتعالى، إن استطعت أنك تستنقذ مالك منه ولو بالشكوى والخصومة فافعل، وإن لم تستطع فيخلف الله عليه. نعم. أتاكم الله صاحب السيارة يدرك الشاحن الذي يسافر من بلد إلى بلد، حيث أن هذه منة، وهذا يكون طوال السنة تقريبا. السؤال هل لم تكن في رمضان قصر الصلاة أم لا، حيث أن سمع كلام كثير في ذلك؟ إذا كان له بلد يقيم فيه ولو بعض السنة فإنه له أن يفطر في رمضان وله أن يقصر ويقضي الصيام، يقضي الصيام، وهو أولى بالرخصة من الإنسان اللي ما يروح في السنة إلا مرة أو مرتين، المشقة عليه أكثر ما دام إنه تردد مع الطريق، مشقة عليه أكثر. لا يباح له الفطر وقصر الصلاة إذا كان له بلد يأوي إليها ويستريح فيها بعض الوقت. نعم. صلى الله عليه وسلم ورد عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا زار أحدكم أخاه وجلس عنده فلا يقومن حتى يسلم. فهذا معروف إذا كانت الزيارة في المسجد، ولكن إذا كانت الدعوة حصول الأرواح أو مناسبات اجتماعية قد يكون المنذور محفولا، فهل يلزم استئذان؟ مسألة قصور الأفراح والجمع الكثير ما هو بلازم الاستئذان، يعني كل واحد من اللي جايين وهم بالمئات ما يطلع إلا مستأذن يبي يتعب صاحب المناسبة، ما هو بلازم هذا. نعم.